إذن أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بضيفنا داخل الاستوديو الأستاذ أيوب إسماعيل آدم، وموضوع النظام في حياتنا. مرحبا بك من جديد أستاذ أيوب. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، حياك الله وبياك والسادة المشاهدين الأكارم. الله يحييك. الله يكرمك. لما نتكلم عن النظام أكيد ترتيب في يعني أشياء كده بتجي يعني من ناحية بصرية كده بتجي اتباعك. مفهوم النظام، معنى النظام من خلال مثال ممكن يكون حاضر كمان لتوضيح المعاني لكل مشاهدين. لما نتحدث عن التنظيم نتحدث عن الجمال، أشياء متناسقة مترتبة منتظمة، سواء كان على مستوى الأشياء المحسوسة أو حتى على مستوى الأشياء الفكرية. فالتنظيم من الأشياء التي تجعل الإنسان يصل إلى غاياته وإلى أهدافه بأقصر وأبسط الطرق، هذا في النواحي الفكرية. في الأشياء المحسوسة التنظيم ينعكس على النفس رقيا وجمالا وتهذبا واستمتاعا بالحياة. حينما يكون النظام يسهل كل شيء، يسهل التواصل، يسهل الوصول إلى الأماكن التي تريدها، يسهل يعني الآن إذا أحدثت فوضى في المنزل يعني تستقطع منك وقتا طويلا جدا لأجل أن تصل إلى ما تريد. لكن التنظيم أو النظام بكل معنوياته بكل معانيه يعني حياة أرقى، حياة أجمل، حياة أسهل. نعم. ولعله يعني كفى بهذه المعاني أهمية للنظام في حياتنا. يعني هي من الضرورة، يعني ضرورة في حياة الشخص أن يكون هذا المعنى حاضر في حياة الإنسان. الإنسان بطبعه يعني ترقى من وقت إلى آخر. إذا نظر الإنسان مسيرة الإنسان على التاريخ، يعني كان ذاك الإنسان البدائي الذي يكون حاله وغذاؤه ومعاشه على مطاردة الصيد، وعلى يعني مطاردة فرائسه في الخلاء. الإنسان البدائي تطور شيئا فشيئا، يعني لما أنهكه الجري وراء الطرائد والفرائس وما يطعم هو وصغاره، يعني رأى أن بعض الحيوانات والمسائل والبهائم أليفة، فقال لما أنا أتعب نفسي في الجري وراء هذه الصيد والمسائل. فانتبه إلى المسائل الأليفة اللي هي بهيمة الأنعام، فصار تحول ذاك الإنسان الراعي من الإنسان الصياد إلى الإنسان الراعي. وشيئا فشيئا الرعي يتطلب عن التنقل والترحال من أماكن المياه والكلا، ولما جاء إلى ضفاف الأنهار ومنابع المياه استقر. ولما استقر يعني كان لوحده، كان صاحب الأسرة أو القبيلة المنحصرة، وجد نفسه أمام مجتمع بشري، يعني جاء من ها هنا وها هنا وها هنا، فاجتمع تكون الناس. فصار النظام ضروري في حياة أفراد المجتمع لأجل أن تستقيم وتستمر حياتهم بالشكل الأفضل. فبدأت بعد ذلك تتشكل القوانين وتتشكل النظم، مثل قوانين حمورابي وغيرها، بدأت يعني من بدايات البشرية، وفي كل عصر تتطور مع متطلبات الحياة. أصبح بالضروري أن يكون في نظام على مستوى المساحة، الطرق، المسائل، في نظام على مستوى المعاملات العادية، في نظام على مستوى كل ما تستجد حياة الناس. الآن التنظيم في القرية غير التنظيم في المدينة، المدينة الصغيرة، التنظيم في المدينة الصغيرة غير التنظيم في المدينة الكبيرة. على مستوى العام، حتى على المستوى الشخصي، يعني الإنسان المرتب المنظم المهندم حتى، يعني تجده حتى في طريقة التفكير، في طريقة الحديث، في طريقة التعامل مع الحياة، في طريقة الوصول للأهداف، يختلف تماما عن الإنسان الفوضوي. وعلى مستوى الأفكار هنالك طبعا حزمة كبيرة جدا من العلم وأبواب مقدمات ينبغي على الإنسان أن يطلع عليها لتنظم عقله. مرات بعض الناس يكون حتى العقل فوضوي، يعني غير منظم. فبالضرورة أن يحل النظام في حياة الناس. طبعا نحن ما شاء الله يعني النظام يعني بعيد مننا بعض الشيء، لكن لما تحدث عن النظام وتسرح
بالخيال. نعم. يعني تجد أن النظام يدخل في كل تفاصيل وجزئيات حياة الإنسان وهو بالضرورة بمكان أن يكون. نعم. أو هكذا ينبغي. نعم. 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 طيب الأسرة ليست بحاجة إلى النظام، يعني ماذا يمكن أن نجيب عن هذا السؤال؟ لا أبدا أبدا، بحاجة إلى التنظيم. طبعا حينما يستمع المشاهد الكريم إلى مسألة تنظيم الأسرة يعني يتبادر إلى أذهانه عدد من المعلومات. المصطلح الشائع الأكثر رواجا في هذه الفترة أن تنظيم الأسرة يقصد به أو طوال مباشرة إلى تنظيم النسل. هو تحديد أو تنظيم النسل يعني بطريقة تختلف، يعني هو أن يتفق الزوجان على متى ينجبوا وأن يكون بين الأولاد أي فترة. طبعا في ناس مباشرة الآن يعني المسألة دي ولا علاقة بالشرع وهل هي تجوز ولا ما تجوز، محرم ولا ما محرم، لا أبدا. يعني مسألة النظام والتنظيم هذه من يعني الإنسان ليست له التدخل في قدر الله. نعم. نعم. يعني مسألة أنه أنت تحدد تنجب 200 ولا ما تنجب 200 ولا بين ده وده، لا دي ما عندها علاقة بكونك تتدخل يعني في قدرة الله أخرى، لا أبدا أبدا. مسألة تنظيم الأسرة سواء كان من ناحية عدد أفراد الأسرة والفترات الزمنية لعدد أو لمرات الإنجاب هي من الضرورة بمكان، ودي طبعا فيها أبحاث ضخمة جدا وفيها كتب ومؤتمرات وكلام كثير جدا، والفوائد الصحية والفوائد الاجتماعية والفوائد حتى النفسية والعقلية للأولاد فيما بعد، يعني إذا استكمل الرضاع، والقرآن قد أشار إلى هذا، حمله وفصاله 30 شهرا، يعني والآن الأطباء يتحدثوا كثير جدا عن الرضاعة الكاملة، يعني الطفل إذا يعني أكمل رضاعته 2 عامين كاملين والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين، يعني وهنا في مسألة الكمال والتمام يعني تحدث المفسرون حديث يعني في منتهى الروعة والجمال، وانعكاس هذه المسألة على ذهن الإنسان وعلى صحته فيما بعد وعلى ذكائه وتفوقه إشارات في غاية الأهمية على أن الإنسان يتبع هذا النظام. الآن في ناس يعني ينجبوا كل عام كل سنة، وطبعا تحدث مشاكل صحية كبيرة جدا، وتحدث مشاكل صحيح وحتى في التربية وحتى في العناية حتى في الحب وشغف العلاقة بالأبناء. يعني طبعا هذا التدرج الولد يعني هو في عمر معين عنده نوع من المحبة خاص، لما يتم سنة عنده نوع من العاطفة خاص، لذلك يعني قبل ما يستكمل هذا الحنان لما تجيب له واحد تاني فبتظهر هنا أن إحنا قد لا ندرك، لكن الغيرة بين الأبناء وده لسه عذاب ما مشى برجلين وما اعتمد على نفسه يكون في واحد آخر، الاهتمام مباشرة يتحول إلى الآخر أو إلى الثاني، فتحصل بعض الإشكالات وتحصل بعض الأشياء، يعني ما تكون نفوس الأطفال قد بدأت مبنية بناية كاملة وتامة. طبعا في إذا طلع الإنسان أو أراد مزيد من هذه المعاني القيمة الممتازة، يعني البحوث ما شاء الله يعني موجودة على الإنترنت في مسألة تنظيم الأسرة من حيث عدد الأبناء وانعكاسها على صحة الأم وعلى صحة الأجنة وغيرها. أما في المعنى الآخر في تنظيم الأسرة في الحياة من حيث في الحياة ترتيب أو ترتيب شؤون أفراد الأسرة واطلاع كل فرد من أفراد الأسرة بحسب دوره بمهامه الموكل عليه والواجبات والحقوق وإدارة شؤون البيت، ويعني إذا أوكل لكل إنسان دوره الكامل فرب الأسرة والأم في الأسرة أكيد لهم هدف معين من تكوين الأسرة ويتناقش حوله. الآن بدت هذه الثقافة يعني تظهر كثيرة جدا، يجلس الزوجان يخططوا لحياتهم الأسرية كيف يريدونها وكيف يريدوا أن يكون أبنائهم في المستقبل، ليست يعني رسم الملامح بالدقة والتفصيل، يعني حتى التدخل، يعني الآن نحن بنقول عاوز ولدي يكون طبيب وعاوز ولدي يكون دكتور وعاوز، يعني هذه المسألة فيها نوع من التقول على, على 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 حرية الطفل أو على حرية هذا ما تريده أنت فشلت في تحقيقه، تريد أن يحققه لك ابنك
فالآن ابنك لما ينجح يكون هذا نجح فيما تريد أنت لكن ليس فيما يريد هو. نعم. فدي بتحصل بعض الإشكالات. إلا إذا كان هو نفسه يريد نفسه. أيوة. إلا إذا تطابقت يعني إذا تطابقت التطلعات أو التمنيات أو الميول. فلما يكون أي أسرة يوكل إليها مهام معينة منظم محدد أي إنسان يقوم بدوره على أكمل وجه فتجد الأسرة مرتبة منظمة منسقة. ولا يعني هذا الكلام على أن تكون الأسرة غنية أو فقيرة ما عنده علاقة به ما عنده أي علاقة يعني قد تدخل بيت بيت فقراء جدا في غرية لكن تجد فيه يعني نفس الجمال نعم والرقي والتفاؤل يشرح النفس عادي جدا وقد تدخل فيلا من آية فخمة جدا لكن تجد فيها من الفوضى ما ينعكس كآبة على 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 حال الإنسان كل شيء ما في محله كل كذا فهذه هذه هذا هذا المقصود أن يكون الآن بعض الأسر أو بعض الشعوب التي قطعت أشواطا في الرقي والمعرفة والجماليات يعني بتجد أن أفراد الأسرة الفرد من سن معينة عنده مهام محددة يقوم بها في البيت طبعا مسألة التنسيق مسألة أداء دوره على أكمل وجه أو يكون عنده أدوار محددة بيقوم بها. طيب نحن استأذنك أستاذ أيوب في اتصال مشاركة عبر خط الهاتف. مرحبا. مرحبا السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا أم الفاروق. عليكم السلام. حبابك والله. تفضلي. الله يبارك فيك. الله يسلمك. ألو. أيوة. عليكم السلام. معك مرحب بك وصباح الخير عليك. الله يبارك فيك. الله يبارك الله يبارك. الله يسلمك تفضلي الله يبارك فيك الموضوع عند الأسرة دور الأبناء نعم على التنظيم عموما في حياتنا وطبعا حياة الأسرة أكيد هي في أمس الحاجة لموضوع التنظيم والترتيب وكل الأشياء تكون في مكانة يعني صحيح أساسا الأسرة ذات عماد المجتمع إذا الأسرة والأبناء ما طلعوا من بيت جماعي ومنظم ما حيفيد المجتمع ولا حيفيد الوطن بشيء. صحيح ممتاز. هذا حكايه تبدا من البيت. حتى ما تتسلل الى المجتمع من الاسره للمجتمع للوطن للدوله العربيه للوطن العربي كله لو ما الصلاح بدا من البيت والاساسيات بدات من البيت ما بقوم في دور للاسره. قاعدة تنظمي حاجاتك يا أم الفاروق وترتبي أشيائك وزمنك وكل المهام في البيت والله الحمد لله أنا من أولادي الحمد لله من تعودين على إننا نتكاتف على الصغيرة والكبيرة وعلى إننا نتناغس في كل حاجة وعندنا جلسة يوميا نحن نشوف فيها تصرفاتنا وعمالنا نحن صحينا في شنو الليلة وغلطنا في شنو وعملنا شنو أي واحد فينا بري ثاني غايه انت غلطان تقبل الحاجه دي بيخذوا الرحب يوميا يا ام الفاروق والله الحمد لله الحمد لله والله يوميا احنا عندنا جلسه يا بعد النوم يا بعد المغرب قبل النوم او بعد المغرب نتفاكر كلنا مجالك والحمد لله يعني اسره متكافئه متحدين وجوه كان غلطان نقول له انت غلطان كان صح نقول له انت صح ما من أنيبه لكن من وريه الطريقة الصح وشنو مشاغل الحياة دي ما قاعد تأثر في جلستكم دي طيب مشاكل الحياة هي ذاتها ما أساسا المشكلة ذاتها لو ما نحن تفاكرنا في مشاكل الحياة دي حنعمل فينا يعني أساس الحياة ومشاكل الحياة دي ذاتها نحن هم من هذا الشيء إنه كل شيء غضاء وغبر وكل شيء مسطر ومكتوب والإنسان ربنا سبحانه وتعالى إذا طعنت شوكة ده بلاء من ربنا مكتوب له نحاول نتفهم الوضع أول شيء من الحكاية دي من ربنا سبحانه وتعالى نعم. حتى تعني إن شاء الله احنا شوف لها الحلول البسيطة في شنو وإن بعد العسر أكيد وربنا سبحانه وتعالى بيجعل لكل شيء سببا أكيد أكيد شكرا جزيلا لك أم الفاروق من الجزيرة وتحياتنا لكل أهل في الجزيرة شكرا لك شكرا جزيلا أم الفاروق يعني ذكرت نموذج مميز كون يكون في جلسة يومية يبدأ حساب أيوة الناس تتناقش فيها وتقيم اليوم مرة كيف ويكون في حساب يعني الآن في بعض الشركات خاصة العاملة في الحقول
وفي بعض المؤسسات بيكون في اجتماع مسقر يوميا قبل بداية العمل، يعني لمدة نصف ساعة لمدة ساعة إلى ربع، المهم وقت يتفق عليه، فيناقش فيه يعني سلبيات الأمس وموجهات اليوم. يعني بطريقة سريعة، أمس كان في أخطاء كده كده للسبب كده كده، لذلك يجب تداركها إذا حصل نفس. فبتجد أن الأمور يعني مرات بيكون في جلسة ما بيكون في أخطاء، بيكون في جلسة تأمين وإشادة بأنه الأمور ماشية تمام، لكن برضو لابد أن نضع يعني التحديات بتاعت اليوم أكيد تختلف عن تحديات الأمس، تحديات الشهر تختلف عن تحديات الفاتت وهكذا، أو قد ينتقل الناس من مرحلة إلى مرحلة مختلفة. فالآن يعني النموذج اللي ذكرته من فاروق يعني قايم في الجمال وفي الترتيب، يعني لو استطاعت الأسرة أن تواصل على هذا النمط في كل فترة تطرأ تحديات مختلفة في الحياة. يعني حتى الأولاد لما ينتقلوا من مرحلة لمرحلة سواء كان على مستوى الدراسة أو على المستوى التكوين البيولوجي، يعني يختلفوا من فترة إلى فترة، فمحتاج أنه الأب يبصر والأم، لكن يعني محتاج لنوع من الكياسة عشان ما يكون مسألة روتينية مملة. صحيح. فمحتاج أنه يأتي بطريقة يعني ما سلطوية، يكون بطريقة تلقائية، وهي أشارت للحتة دي بطريقة ما أنه الزول ما بيقى النبو ما بيقى نايك بوروه الخطأ. أيوة. بوروه. فإنت عشان يكون أقرب الناس وأحب الناس لك وأكثر زول بيحبك في الحياة دي اللي هو أبوك وأمك وأخوانك، الأسرة المصقرة دي أكثر ناس يعني هم أخلص لك من غيرك من الآخرين إلا ما رحم الله يعني من الأصدقاء الأوفياء. فلما تلقى النصح والإرشاد منهم فبيكون خالص، يعني ما بيكون له مصلحة ولا بيكون بدون مقابل، ولما بيكون مقابل يعني لا فيه حسد ولا فيه، يعني نادرا ربما تحصل بعض الأشياء. طيب لكن هذا نموذج مميز وممتاز. طبعا. يعني طيب نستمع لدكتور عاطفة كمان برضو معنا على خط الهاتف. مرحبا، السلام عليكم. عليكم تحية صباحية جميلة. أهلا بكم ولضيفكم الكريم. الله يهديك العافية. مرحبا بك، تفضلي. الله يبارك. نحن يعني بنؤمن بأنه الكون ده بيحكم نظام وبيحكم قانون دقيق، والرسول صلى الله عليه وسلم كان وجه أحد الأطفال قال له يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل ما يليك. فنحن بنؤمن أنه في نظام، الليل ما بيسبق النهار، الصيف ما بيسبق الشتاء، بكل أشياء نحن بنؤمن بها. حتى الإنسان يا جماعة لو نظر لنفسه هو عبارة عن نظام، الهيكل العظمي، القلب له دور، الدماغ له دور، دي كلها أنظمة نحن بنؤمن بها. وبرضو يا جماعة في أمرين، يا إما أنت تكون في غاية الفوضى ويا إما تكون في غاية النظام. النظام يا جماعة هو بوفر لنا الوقت، بوفر لنا المال، بوفر لنا من الإنتاجية. حتى في البيت يا جماعة الواحد لما نيجي داخل كده يلقى البيت مرتب، الملايات مشدودة، كل حاجة في محلها، يعني بيبعد فيك الراحة. العكس من ذلك، يعني لما تلقى الجاري بيخلق فيك نوع من الشحنات السلبية أو الطاقة السلبية. يعني أنا والله بتعجب جدا لما أخش بيت واحدة تلقى الكباب ينجدع في الحوش، تلقى الملايات في الأرض، تلقى والله جماعة يعني حتى غرف النوم دي مرات يا جماعة الواحد بيجي ماشي بيجي قدامه، والله يعني أنا قبل كده لاحظت إنه في واحدة في غرفة النوم بدأت حاطة أكياس بدأت تسمنت، يعني قلت لها أصلا هي دي مخزن لغرفة يعني. فنحن لازم نهتم بالأشياء دي ونعود أطفالنا من الصباح إنه الواحد يشيل ملايته، يطبق بطانيته، يدخل كتبه تحت اليوم عشان لما يمشي المدرسة هناك برضه يكون منظم، لأنه هو فرد في النهاية. لما إحنا ننشئ أطفالنا على النظام بالتالي المجتمع حيكون منظم، بالتالي يعني نحن نكون مجتمع متقدم ومجتمع ناجح. وبرضو النظام في إدارة الوقت في كل شيء نحن بنسعى للنظام، فأنا أتمنى كل فرد إنه يلتزم بالنظام عشان. طيب. دكتور عاطفة. نعم. بعض الناس بيقولوا الشخصية المبدعة دي أصلا ما بتهتم بالنظام، يعني عشان ما يكون هو عنده الحس الإبداعي وعشان ما يطور مثلا مهنته اللي بتعتمد على التفكير والابتكار، ومسألة دي لابد أن العشوائية تكون ملازمة لكل ما حوله يعني من
سواء كان مكتب او غرفه وما الى ذلك. تعليق على الشخصيه الابداعيه، هل لابد انها تكون عشوائيه عشان ما تكون ابداعيه ومبتكره في الحياه؟ والله الابداع ذاته لازم يكون ملازم للبيئه المحيطه لك، البيئه المحيطه لك. لو بقت ما مهيئه انت ما بتقدر تبدع فيها. انت انا لا اؤمن بالعشوائيه نهائيا، انا احب النظام في كل شيء، وعشان كده بختلف مع ناس كثيره جدا في الحته دي، ولازم ننظم نظام دقيق وبالذات في اداره الوقت. فمتى ما كانت البيئه هي مهيئه لك، هي بتكون قادره على انك تبعث فيك روح الابداع، تبعث فيك روح الابتكار. فانا اتمنى كل الناس يعني تعود نفسها، حتى ما عود ما تعود في بيته على الاستريح، نعوده في مدرسه، نعوده في الجامعه، نعوده في الصفوف، في مناطق العمل، انك تجلس في الصف عشان تتعلم النظام. يعني فكل منا ممكن يقدر يعني يزرع الحاجه دي في الناس اللي حواليه او في البيئه اللي حواليه. تمام، شكرا لك يا دكتوره. شكرا دكتور. تسلم. الله يحييك. شكرا كثير. بشكر دكتوره عاطفه جدا على فعلا اضافات مميزه فيما ذكرت. طبعا يعني الكون كله مضبوط بنظام. نعم. يعني ما يختل، ما يتقدم شيء ولا يتاخر شيء، يعني ودي القوانين السائده في الكون، ما تتخلف ولا تتغير، هذه سنن الله تبارك وتعالى. نعم. وحتى يعني تأكيدا على الكون المنظور، أتى الكتاب المسطور بتأكيدات على 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 مسألة التنظيم. يعني لو نظرت حتى في مسألة العبادات ومسألة الأوامر والمسائل، حتى في القتال، الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يعني ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. يعني شوف الزجر إلى 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 هذه الدرجة قبل بداية الصلاة. أيوة تراصوا. أيوة تراصوا واعتدلوا وساووا، هذه الكلمات التي نسمعها كل يوم. ولما تنظر إلى 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 شكل الناس يصلون حول الكعبة واللي في مسجد ضخم، تشوف أن الناس يعني ملتزمة ركوعا وسجودا وقياما، شيء من التنسيق وشيء من الجمال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في 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 غزوة، هو راجع إلى المدينة، يقول للصحابة الحديث العظيم المشهور، يقول حسنوا من زيكم ورحالكم وكونوا كشامة بين الناس. يا سلام. يعني تهندموا، يعني الزول طبعا جاي من السفر ومن المعركة، وخاصة في بيئة صحراوية يكون أشعس وأقبر، لا أنه يقول لا، الإنسان يتهندم كده ويتأنق في الجمال. يعني ربنا يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. يعني معاذ بن جبل إمام العلماء يعني كان يلبس أنظر الثياب أو أجمل الثياب، ويتعطر بأجمل العطور، يعني لأنه هو قال أمرني ربي أن أخذ زينتي عند كل مسجد. فالتنظيم كما ذكرت وتقدم معنا الكلام في بداية الحديث، أنه الإنسان حينما يأتي منزل أو يذهب إلى بيت ويجده مرتب منظم، انعكاس الطاقة. يعني أنت ما تملك إلا أن تعبر عن ما انعكس في نفسك من جمال، يعني مباشرة يا الله ما هذا الإبداع، ما هذا الجمال، يعني من غير ما تشعر بتلقى نفسك أنت بتتحدث بعبارات الثناء وبعبارات المدح. وكذلك لما تجد فوضى، يعني مباشرة لو كان عندك بعض الكياسة في ما أنك ما تبدي يعني ردة فعل أو تعلق على الشيء، بتنقبض. صحيح. شنو الفوضى اللي حاصل؟ والبيوت وطبعا مسألة نظام الأسمنت في غرفة النوم. أيوة. التنظيم هذا يعني يتعود عليه الإنسان، تعويد ترتيب من الطفل هو بيلعب بألعاب. يعني يكون عنده صندوق ألعاب، عنده حتة مخصصة للألعاب، لما يلعب ينتهي يرتبه هو بنفسه، يرتب ألعابه بنفسه. بعد شوية بكون مهتم أي حاجة يضعها في موضعها الصحيح. لكن الإنسان لما يعني يتعود على الفوضى، يعني حتى المرأة في بيتها بتيجي لما تكون متعودة على الفوضى، بيكون أنه في حاجة مفترض هي يعني في كثير من الأحيان، أنا ده خطيته وين، ده كان قاعد وين، ده محل وين، وبتمشي بتجي بفوق الحاجة 10 مرات ما بتكون ما بتحركها محلها إلا اللحظة اللي هي بتحتاج لها. ده يعني وفي ناس مباشرة أول ما يجي في 5 دقائق يرتب كل
حتى لو في بعض الناس بالنسبة لهم يعني المسألة دي زي ما أقوله بتعمل لهم يعني بتنشن كده. لما نيجي حتى في بيت ناس لما يلقاوا ما مرتب طوال تلقاوا بشرة قام خطط في محل وقرر ونوصف ورتب عمل مسألة فهي مسألة تربية مسألة تعويد يعني لا بد أن نسأل دي بتنعكس على حياة الإنسان كلها تنظيما ترتيبا وبعدها يكون إنسان منظم الإنسان المنظم يصل سريعا إلى ما يريد في كل مجالات الحياة تمام. طيب تعليق عن النقطة اللي سألناها لدكتور عاطفة وتكلمت عن الابتكار يعني لو ده شخص مبتكر يعني يكون شوي المسألة يعني نحن في بعض الشواهد في الواقع يعني بتجد الناس المبدعين في حياتهم في نوع من الفوضى يعني إما على عدم الاهتمام باللبس أو بالشعر أو الهيئة أو حتى المكان اللي هم فيه بتلقاه ما مهتم ببعض الشيء. هل هذه المسألة هي ضربة لازم لها علاقة بالإبداع بمعنى مثل ما تفضلت بالسؤال كون المبدع لا بد أن يكون في حياته نوع من الفوضى؟ لا الإجابة يعني ليست لو نظرت ولا ده وهم لو نظرت نظرة نسبية ربما بعض المبدعين وبعض العباقرة حياتهم في نوع من الفوضى لكن كم يشكلوا نسبة هؤلاء مقارنة بالمبدعين اللي كانوا حياتهم مرتبة جدا منظمة يعني تلك أعداد هائلة أعداد كبيرة جدا صحيح. فقد يكون يعني كل قاعدة لها شواذ قد يكون هنالك بعض المبدعين في حياتهم في نوع من الفوضى لكن ربما فهمي أنا والله أعلم أنه هم ما يحدث هذه الفوضى هم ما يحدث الفوضى لكن لديهم ما يشغلهم من العقل الكبير والعقل الضعف لديهم ما يشغله لأجل أن ينصرف للأشياء الأساسية والأشياء نحن ما واحد عقله على قدره زي ما نقول يجي ويكون عنده وقت كبير جدا في الترتيب في التنسيق في التنظيم في المسائل بعض الناس لديهم عقول ضخمة أنه ما عنده وقت يعني يا إما في الاختراع يا في الابتكار يا في التأليف يا في الأشياء دي مستهلكة كل وقته لينشغل بالأشياء الصغيرة ما عنده زمن لكن ده ما معناته متلازمة ما بين العبقرية وما بين الفوضى ما أظن يعني أنا لا أوافق على الفوضى بأي شكل من تتفق مع دكتور عاطفة أتفق معها تماما لأنك لو نظرت إلى أعظم العباقرة بمعنى من المعاني وإلا العبقرية لا يعني لا حتى لا تكون له مدحا يعني النبي عليه الصلاة والسلام أو الأنبياء عموما يعني لا يدانيهم في عقلهم لا يدانيهم في 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 التفكير في الإبداع في المسائل وكانوا في الدقة والتنظيم وكانوا كانوا في منتهى الدقة والتنظيم والترتيب حتى أنهم يأمروا به يعني هي استرشدت بالحديث يا قلام دكتورة يا قلام سم الله وكل مما يليك كل بيمينك يعني تعويد وترتيب وتنظيم ويعني حتى يعني إلى هذه الدرجة إلى حتى في أماكن القتال يعني لا يكون في بعد ذلك طبعا أنتج بعد ذلك علم ودراسة ومسائل وتحلق بالاستراتيجية العسكرية والمسائل لكن شوف إلى هذه الدرجة يعني الفوضى في كل الأماكن يعني من أقدس الأماكن في علاقتك مع ربنا أنه يعني ينبغي أن لا تكون هنالك فوضى يكون في تنظيم وتنظيم دقيق جدا على أعلى مستوى إلى أبسط حاجيات الإنسان في الحياة أكيد. أنا أذكر يعني الآن وتحية لكل الزملاء في جامعة الجزيرة سواء الخريجين أو الحاضرين الآن في جامعة الجزيرة حياهم الله. أذكر في الداخلية يعني عندنا واحد من الزملاء كان معانا في نفس الغرفة هو ده شدة ما منظم ومرتب الغرفة في العصر كده يطلع عليه كرسي في الباب في بعض الناس كده ما بيخليهم يخشوا يحرص تماما يا محمد سليمان انه فلان ده ما يدخل ما يخش الغرفة نهائي يطردهم فعلا في بعض الناس بحدسه يجي يقول لك فلان يدخل هنا مش كده يعني من مشهد من المشهد يعني من العبس الأوجد في المكان اللي هو موجود عارف في ناس لا يهتم يعني صحيح من وين يعني انت الان ذكرت بعض الاشياء
الدين وترتيب الدين وإشارات السنة والقرآن لكل ما يتعلق بالتنظيم. خلينا نعمق دور الأم والأب كمان في صناعة شخص منظم ومرتب في حياته. هي طبعا الأم والأب إضافة للمجتمع، فالسلوك العام أو سلوك المجتمع هو يضبط الإنسان. الآن نحن يعني إذا خرجت إلى الشارع يعني تشعر بالفوضى مباشرة، مباشرة تشعر بالفوضى، ولو ذهبت لأي مكان يعني ينتابك إحساس، لو كان فيك نوع من التنظيم ينتابك إحساس أنه هذا المحل يحتاج إلى لمسة جمالية، وهي بالإمكان، يعني ما محتاج شيء من الخارج، فقط الأشياء الموجودة لو أنها وجدت بس تنسيق لصار المكان أجمل، صار المكان يعني أحلى مما يكون. حتى الطرقات، حتى الشوارع، هي مسألة تربية. الأسرة لها دور كبير جدا قطعا. الإنسان إذا ما تعود وتربى على هذه الأشياء يعني يمكن أنه يكتسبها خارج الأسرة، لكن الأم طبعا دورها كبير، الأم دورها كبير جدا، لأن الطفل يتعلم بالمشاهدة وبالأثر العملي أضعاف مما يتعلم بالأثر القولي، الكلام. يعني بالكلام. فالآن قد تجد إنسان فوضوي جدا، ما يهتم، مش صاحبك اللي بيمنع الجماعة ديل أو الجماعة الممنوعين ديل، لو واحد منهم يعني قدر أنه انتقل إلى منطقة ما أو إلى دولة ما، يعني لو واحد مشى اليابان يعني يستحيل يحدث الفوضى اللي بيحدثها الآن في الطرقات، في الشوارع، في الفلفل، في محل الأكل، في محل الشرب، في محل التنزه، في يعني الآن نحن عندنا أماكن يعني بدينا ننسق فيها ونرتب، أو الناس القائمين على أمرها. وتجد بعض الناس بالسلوك العشوائي أو السلوك البدائي، يعني ما زال لسه في بعض الناس بعقلية ذاك الصياد أو بعقلية راعي الأغنام، هو لا يهتم بمن حوله فيه، يعني الإنسان هو في الخلاء، الصياد ما عنده علاقة بالاهتمام. المرعى تطور نوعا ما، يحافظ على بيئة أغنامه، بيئة أبقاره، المسائل، لكن لما انتقل إلى أنفاف الأنهار، إلى 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 أنه شاركه في الحياة غيره، ارتقى أكثر، يعني ينبغي أن تكون الحياة مضبوطة. طبعا. فما بالك وأن الحياة صارت يعني أكثر مدنية، وصارت أكثر رقي. إلى الآن نحن في المدينة نعم، لكن ما زالت عندنا عقلية البدو، ودي إشكالية جدا كتب فيها الدكتور الكبير العلامة علي الوردي، أنه الأزمة الحالية عندنا أنه نحن نعيش في المدينة بأخلاق البدو. فده التناقض الموجود الآن، يعني في صراع جدا ما بين قيم البداوة وأخلاقيات البداوة، ما بين سلوكيات التمدن والمدينة. لو لاحظت أنه الدين كان حريص جدا على 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 المدنية وعلى المدينة، أن المدينة تعني الرقي، تعني التقدم، تعني التنظيم، تعني الترتيب. والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما جاء إلى المدينة المنورة على منورها الفتحية والسلام، أنه كانت يثرب، لكن غير اسمها إلى المدينة. والقرآن قد ذم الأعراب في لغلصتهم ولفظاظتهم، وحتى نشوف الاستئذان، إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية. ويعني أحد المستشرقين لما تلا هذه الآية قال لا يمكن لمحمد في ذاك العصر السحيق، المجتمع البدائي الرعوي أو المجتمع الصحراوي، أن يكون في هذه القيم الراقية المتقدمة. عجيب. فلا بد أن يكون هذا الكلام وحيا. طيب. ومن عند الله تبارك وتعالى. فشوف أن النبي أراد أن ينقل الناس إلى المدينة، بعد ذلك الترتيب والتنظيم في كل شيء، حتى في القبر، مثل ما ذكرنا هذا الحديث المرة السابقة، أن صلى الله عليه وسلم في وفاة ابنه إبراهيم يعني كان في طوبتين متفاوتات، فقال سووا بين هذه. عجيب. فلما قال له أحد من كانوا على القبر أو يؤذي الميت يا رسول الله، قال لا، ولكنه يقر عين الناظر. يا سبحان الله، يعني نحتاج للنظام في مكان، لكل النظام. الإنسان لما نيجي يشوفه يعني التنظيم، النظام ده حتى على مستوى طوب القبر، يعني ها هنا نحتاج. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكون
هاي مسألة منظمة ومنسقة ومرتبة، يعني حتى المقابر مفترض تكون مترتبة منظمة، الإنسان اللي بيشوفها يقر عينا يعني. تمام، نحن وصلنا لختام الفقرة، لكن تعليق على الشخص، والله بيقول لك أنا ما منظم ما مرتب، لكن عارف حياتي بخدها وين، يعني ما بتروح مني حاجة، ويزعم انه فوضى خلاقه، يعني ممكن المصطلح ده بيصح بين قوسين كده، هو ما هذا لا يصلح ان يكون مدير. يعني بعض الناس اذا غاب غاب معه كل شيء، يعني دل بقول لك انا ما مرت لكن عارف، لا انت لابد انه تكون في محل انت موجود، يعني اذا غبت ما يتاثر شيء. يعني الان في ناس، واحد اذا هو طلع من البيت او طلع من المؤسسه من العمل كل حاجه بتقيف، لانه كل حاجه بيده. لا، الشخص الناجح على المستوى الفردي، على مستوى الاسري، على مستوى العمل، انه العمل ما يتاثر بحضوره او بقيامه، يضع السيستم او يضع قوانين العمل بطريقه اي حاجه تكون في محلها موجوده ومنظمه. مساله الفوضى الخلاقه، يعني هذا المصطلح يعني راج في الاونه الاخيره، وهو كان موجود من السابق في بعض الكتب الديانات اليهودية وغيرها، لكن طبعا أحدثته وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس غزوة العراق 2006، فوضى الخلاقة. يعني في الفوضى المنظمة وفي الفوضى الخلاقة وفي الفوضى الكبرى. يعني الفوضى الخلاقة هي إحداث بلبلة أو زعزعة في منطقة ما، بغرض على أن 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 تثمر هذه الفوضى نظام وفق الذي أحدث الفوضى فيما بعد، يعني أحدثوه في بعض الدول. نعم. هم يريد أن يخلقوا فوضى لأجل بعد ذلك أن ينزلوا المفاهيم الإدارية أو السياسية اللي هم عاوزين يفعلوا أو يصنعوا بها ما يشاءون. طيب، يعني يمكن يكون الزمن فقط هو دائما يقطع الحديث من خلال فقرات أنفاس البلد. نحن وصلنا لختام الفقرة، شكرا جزيلا لك أستاذ أيوب. أنا شاكر لكم جدا، حياكم الله أستاذ المشاهدين. الله يديك العافية، شكرا جزيلا لك. تسلم.